Technoplanète. Information. Clairinette. Clairinette. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا تكنو بلانيت، نتمنى أن الكل يكون بخير وعلى خير. كيف ما وعد الشيخ بدي، غادي نتفاعل معاه بخصوص المسألة ديال تعتيم الشاشة. إذا غادي نديرو انسير ان انفيديا منو، غادي نمشيو للبارامتر بريفيرونس منو بي بارامتر بي بارامتر ديال انفيديا جينيرال كونفيغوراسيون نورمال ديالوغ كاتيجوري بارول 2 سور 28 براي 3 سور 20 فيزيون 4 سور 28 فيزيون. غادي نمشيو مره واحده بالطاب فيزيون باج دو بروبريتي ميز ان ايفيدنس فيزوال جروب. هادو كاملين ما كيهموناش، غادي نبقى كنمشي بالطاب حتى الخيار اللي كيهمنا. ميتر ان ايفيدنس لو فوكس 6 ميتر ان ايفيدنس لوبجي نافي ميتر ان ايفيدنس لو كورسور دو مود نافيغاسيون كاز اكوشي نون كوشي ريدو دي كران جروب راندر ليكران نوار ايفي ميديا كاز اكوشي كوشي. هادي الا كانت نون كوشي غنكوشيوها راندر ليكران نوار ايفي ميديا كاز اكوشي فوكاليزي كوشي. Toujours afficher un avertissement lors du chargement du rideau d'écran case à cocher non coché Alt plus A. هادي كيقول لك واش بغيتي في كل مرة تريد فيها تشغيل أو إيقاف تشغيل ستار الشاشة أنه يعطيك واحد التحذير. أنا درت ليها Toujours afficher un avertissement lors du chargement. درت ليها لا، ما يبقاش يعطيني التحذير. Émettre un son lors de l'activation barre oblique désactivation du rideau d'écran case à cocher coché Alt plus. هادي مسألة متعلقة بأنه كيدير واحد الصوت ملي كي تاكتيفي او ديزاكتيفي ستار الشاشه، فانا مخليها كوشي اوكي بوتون وكاينه اوكي غندير اوكي اسبان. هذه الخطوه الاولى باش كنشغلوها. الخطوه الثانيه غنمشيو باش نديرو ليها واحد الجيست دو كوموند، غادي ندير انسير ان انفيديا منو، غادي نهبط البريفيرونس بريفيرونس منو بي، غادي نفتح بالسهم الايمن بارامتر بي، غادي نهبط حتى الجيست دو كوموند dictionnaire de prononciation des gestes de commande G. غادي نضغط اونتري geste de commande dialogue arborescence. ثم بعد ذلك غادي نهبط حتى الفيزيون V vision réduite 38 sur 42 niveau 0. انا جربت غير صدفه الان درت في Z داني مباشره الفيزيون، غادي نفتحها بالفلاش ديال اليمين développer un élément niveau 1 activer ou désactiver le rideau d'écran soit en rendant l'écran noir soit en affichant son contenu point un appui active le rideau d'écran jusqu'au prochain redémarrage de NVDA à point deux appuis active le rideau jusqu'à ce que vous le désactiviez réduit 1 sur 1. هنايا كيقول لك فيزيون وكيهضر لك على الغيدو ديكرون وكيقول لك بانه راه كيرجع الشاشه سوداء، وبضغطه واحده على الراكورسي كيعطيك انه كتقوم بتشغيل تعتيم الشاشه الى حين الريديماراج ديال الانفيديا، ولكن الا درتي جوج ضغطات فراه كيبقى تعتيم الشاشه دائما مشتغل حتى يعني ملي كتريديماري الانفيديا بمجرد ما كتشعل الانفيديا كتعتم الشاشه بشكل تلقائي. Exécuter le script, ajouter bouton Alt plus A. من بعد غادي ندير جوج مرات تاب حتى نلقى اجوتي بوتون وغندير اسباس. اسباس انفونسي نون ديسپونيبل arborescence niveau 2 entrée un geste de commande 2 sur 2. هنا كيطلب مني كيقول لي اونتري ان جيست دو كوموند. مثلا انا غادي ندير انسير Alt S. انسير Alt S. كونتكست منو. هنا كيعطيني واحد المنيو كونتكستويال. الا هبطت به الى هبطت فيه بلا فلاش لتحت والفوق نشوف شنو غيعطيني. انفيديا بلس ال بلس اس كلافي اورديناتور دو بيرو ان. هنا كيقول لي فقط ملي كيكون الوضع ديال الكلافي فقط في اورديناتور دو بيرو، لانه كما تعلم ان الانفيديا يتيح لنا التصفح بزوج الاوضاع ديال الكلافي، اما اورديناتور دو بيرو ولا اورديناتور ديال يعني ديسكتوب او لابتوب، يعني حاسوب مكتبي او حاسوب محمول. فانا غادي نعاود نهبط بالفلاش انفيديا بلس ال بلس اس كلافي توت لي ديسبوزيسيون ان. انا كنفضل انني نخليها في هاد كلافي توت لي ديسبوزيسيون، يعني كيفما كانت وضعيه لوحه المفاتيح في الانفيديا فان الانسر الت اس ستقوم بتعتيم الشاشه او ستقوم باظهار محتوى الشاشه. ساضغط على اونتري geste de commande dialogue arborescence NVDA plus Alt plus S clavier toutes les dispositions 2 sur 2 niveau 2 NVDA plus Alt plus S clavier. انا كنت سبقت وقمت بعمل راكورسي فولو عندي الان زوج لي راكورسي غنمسح واحد. supprimer bouton réinitialiser aux valeurs supprimer bouton Alt plus S espace enfoncer arborescence NVDA plus Alt plus S clavier toutes les dispositions 1 sur 1 niveau 2. ثم بعد ذلك غادي ندير ايشاب بشكل عادي وغادي ندير الان انسير Alt S rideau d'écran désactivé.
هو قال لي غيدون ديكرون غيدو ديكرون ديزاكتيفي. بعد ذلك غادي نعاود الضغط على انسير الت اس. غيدو ديكرون تمبوريير اكتيفي جوسكو بروشان ريديماراج. كيف ما سمعنا قال لك غيدو ديكرون تمبوريير جوسكو بروشان ريديماراج دو ام في دي، يعني راه بمجرد ما غادي نكيت الام في دي ونعاود نجيبها غترجع الشاشه كيف ما كانت. ولكن الا عاود ضغطت او الا بقيت درت الت انسير الت وبقيت ضاغط عليهم وضاغط عليهم وضغط على حرف اس جوج المرات نشوفوا شنو غيعطينا. ريدو ديكرون اكتيفي. الان قال لي غيدون غيدو ديكرون اكتيفي بلا ما يقول لي تومبوغيغ ولا جوسكو بروشان روديماراج دو ان في دي. يعني الان انا غادي ندير الروديماراج ديال الان في دي. الريدو ديكرون الان راه مشغل. فرونسي كيتي ان في دي ديال روديماري. الصوت الأول ما تنتبهش ليه، الصوت اللي كيعنينا هو الصوت الثاني والذي ذل على أن استيتشار الشاشة تم التشغيل ديالو مرة أخرى مجرد ما اشتغلت الانفيديا. فنتمنى أن التسجيل يكون واضح وعذرا على الإطالة إذا كانت شي إطالة في التسجيل، فلأنها كانت كتقتضي أنني نوضح معك المسألة من الألف إلى الياء.